أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز، نخصصها مع حضراتكم لمتابعة التغيرات المناخية إضافة إلى المستجدات فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية. ستكون البداية في هذه التغطية مع التغيرات المناخية. ضرب الإعصار فيونا إقليم نوفا سكوشيا في كندا بعد أسبوع تقريبا من تدمير أجزاء من منطقة بحر الكاريبي، ويتوقع خبراء هبوب رياح شديدة وعواصف وهطول أمطار غزيرة جراء إعصار فيونا، والذي كان من المتوقع أن يضعف مساء الجمعة من كونه إعصارا من الفئة الثالثة، لكنه ظل يمثل إعصارا قويا أثناء تحركه عبر المحيط الأطلسي بكندا. لقيا شخصان على الأقل مصرعهما في شرق اليابان جراء الإعصار تالس، وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار بلغت سرعته 90 كيلو مترا في الساعة عند اقترابه من شمال شرق البلاد، محذرة من أمواج عالية وأمطار غزيرة في وسط وشرق وشمال البلاد بما في ذلك العاصمة طوكيو. لقي 36 شخصا على الأقل مصرعهم في شمال الهند بسبب موجة الطقس السيئة التي تضرب البلاد، هذا وحذر مسؤولون من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة. وارتفعت ضربات البرق في جميع أنحاء الهند بنسبة 34%، مما تسبب في ارتفاع عدد الوفيات أيضا. حذر رئيس الوزراء الباكستاني حذر من أن الكوارث المناخية لن تبقى محصورة في بلاده التي ضربتها فيضانات قبل أسابيع. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن باكستان لم يسبق أن شهدت مثل هذا المشهد المدمر والناتج عن تأثير ظاهرة التغير المناخي، وصفا الوضع بالمجزرة المناخية التي تسببت فيها الدول الغنية. يخوض سكان منطقة غرب أوروبا الأسبوع القادم أول اختبار لكيفية استعدادهم لتأجيل تشغيل وسائل التدفئة بالتزامن مع رياح قطبية شمالية باردة، وذلك في محاولة
لتوفير الطاقة وتخفيف الضغوط على الميزانيات الأسرية. ومن المتوقع أنه تكون درجات الحرارة في لندن أقل بحوالي 5 درجات مئوية عن المتوسط، كما ستنخفض درجات الحرارة في مدينة فرانكفورت الألمانية بواقع 3.5 درجات عن المستويات المعتادة، بينما ستواجه أجزاء من فرنسا وأسبانيا درجات حرارة أقل بواقع 3 و4 درجات عن المعدل الموسمي. ومشاهدينا، ينضم إلينا لمزيد من التفاصيل مباشرة الزميل خالد شقير من مارسيليا. أهلا وسهلا بك معنا، نتحدث عن هذا التحدي الذي يواجهه الآن سكان منطقة غرب أوروبا، رياح قطبية شمالية باردة. ما هي الاستعدادات لمواجهة هذه الرياح؟ تحياتي هشام ليك ولكل السادة المشاهدين. بالطبع هشام، تتوالى الأخبار المزعجة وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. كان قد تحدث وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عن أمله بأن يكون فصل الشتاء أكثر دفئا، وها نحن في فصل الخريف، ما زلنا في فصل الخريف، وشهدت بعض من المناطق مثلا منها منطقة غوادلوب، جزيرة غوادلوب الفرنسية، عاصفة فيونا منذ أيام، وصباح هذا اليوم كان هناك أمطار هنا بمنطقة جنوب شرق فرنسا، وما زالت المناطق أيضا شهدت منطقة جبال الألب الفرنسية انخفاض في درجات الحرارة وعواصف ثلجية، ونحن ما زلنا في فصل الخريف ولم يدخل الشتاء بعد. إذا نحن بعد أخبار التعبئة الجزئية والاستفتاء والمشاكل الموجودة على الأرض بالنسبة للأزمة الأوكرانية، ما زال هناك أزمات كثيرة جدا. كنا قد شاهدنا في الصيف الماضي هشام التربة الجافة والحرائق، وكان هناك تصريح لكريستوف بيشو وزير البيئة الفرنسي عن أهمية أن يضع الفرنسيين نصب أعينهم هذه التقلبات الجوية والمناخية. طبعا كثير من الأمور ومن الطقس المتوقع بانخفاض 5 درجات في لندن و3.5 في فرانكفورت ومن 3 ل4 درجات في مناطق هنا بفرنسا، هذا عبر طبعا هيئة الأرصاد الجوية الأوروبية. ما زالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أيضا تتوقع أن يحدث أو تتأثر البلاد بمنخفض جوي جاء من الشمال، وما زالت في الأيام القليلة القادمة هشام ستحدث انخفاضات أخرى في درجات الحرارة. كنا الأسبوع الماضي نتحدث عن متوسط درجات الحرارة إلى أكثر من 27 درجة مئوية أو 33 درجة مئوية، صباح هذا اليوم المتوسط كان 20 درجة مئوية الدرجات العظمى، أما الدرجات الصغرى فوصلت إلى 10 درجات في بعض الأماكن. إذا نحن ما زلنا في فصل الخريف، ومع هذا هناك بعض من الأمور الخاصة بالطقس تدخل في الحسبان، وكما يعني أشرت كما قلت خالد، نحن لازلنا الآن في فصل الخريف وتأتي هذه الرياح من الواضح مبكرا أو انخفاض درجات الحرارة، إلى أي مدى هنالك استعداد لذلك؟ هشام، يعني الحكومة الفرنسية الحقيقة مثلها مثل الحكومات الأوروبية كانت قد وفرت عدة خيارات لتفادي الأسوأ فيما يخص الطاقة. إذا تحدثنا عن يعني تجميد الأسعار من ناحية، وتأميم شركات الطاقة من ناحية أخرى، وفرض ضرائب على الأرباح الخاصة بالشركات الكبرى التي تعمل في مجال الطاقة لدعم الأسر والشركات
الشركات الأسر الأكثر ضعفا والشركات والمصانع. وبالرغم من توفير هشام المخزون الاستراتيجي الأوروبي بنسبة أكثر من 85% لقطاع الغاز، عندما نتحدث عن الغاز هشام هناك 50% من استهلاك الغاز في أوروبا، في فرنسا وفي أوروبا بصفة عامة يتم استخدامه فيما يخص التدفئة، و 30% من الغاز هو مخصص للمصانع والشركات، وأما 20% الباقية فهو لتوليد الكهرباء. ليس أمام الحكومة الفرنسية أو الحكومات الأوروبية بصفة عامة سوى عملية النصح للأفراد التي تقوم بتقنين وترشيد درجات التدفئة والتعامل مع هذا الفصل، فصل الشتاء الذي لم يبدأ بعد بترشيد كبير جدا وتقليل درجات الحرارة. من المعروف أن مثلا بعض من المباني الحكومية كانت درجة الحرارة فيها في الشتاء 19 درجة فتم تقليلها إلى 18 درجة، وهذا سيتم من خلال الترشيد في الشركات وفي المباني الحكومية مع استثناء المستشفيات والمدارس وأيضا دور العجزة. ولكن تبقى الكرة الآن أو الحكومة الفرنسية ترمي أو تراهن على تغيير نمط حياة الفرنسيين وارتداء الملابس الثقيلة لتوفير الطاقة حتى تستطيع فرنسا أو الدول الأوروبية هشام من أول نوفمبر القادم وحتى أول مارس مرحلة صعبة واختبار قوي، ليس فقط في مجال ترشيد الاستهلاك فيما يخص الغاز والكهرباء والطاقة، ولكن في عملية التدفئة، وأن يعي المواطن الفرنسي والمواطن الأوروبي بأن الحكومة الفرنسية عندما تتخذ بعض من القرارات يجب عليه أن يدخل معها ويتم تفعيل هذه القرارات من خلال تقليل التدفئة داخل المساكن وداخل المدارس. ولهذا كان هناك قرار من شركة EDF شركة الكهرباء بمتابعة ومراقبة بعض من المنازل والشركات التي لا تقوم بعملية الترشيد وإحداث عمليات قطع في الكهرباء سواء في بعض من هذه الشركات أو في بعض من هذه المنازل أو تلك ممن لا يلتزم. هناك إشارة خضراء للذي يقوم بالالتزام بترشيد الكهرباء والغاز، وهناك إشارة برتقالية للذي يستخدمها بصفة متوسطية، وهناك إشارة حمراء بمن لا يحترم هذه القواعد وهذه الشروط. وبزيادة هشام إلى زيادة الكهرباء والغاز اعتبارا من يناير، فواتير الكهرباء عفوا والغاز، الغاز في شهر يناير القادم والكهرباء في شهر فبراير القادم بنسبة 15%. هذا مع العلم أن هذه الفواتير كان يجب أن تكون زيادتها أكثر من 120%. إذا نحن أمام مأزق، هذا المأزق سيستشعر من خلاله الفرنسي أو الأوروبي بثمن الفواتير أو بثمن الغاز أو الكهرباء. ولهذا جميع الوزارات تعمل، وبإشارة من أنيس بانيه روناشي وزيرة الطاقة الفرنسية بأهمية التقليل والترشيد لتفادي الأسوأ. وطبعا درجات الحرارة للأسف الشديد تبدو ونحن في بداية ونحن ما زلنا في فصل، يعني يبدو خالد أن هنالك تعويل كبير على ترشيد الاستهلاك من قبل الحكومة وأيضا من المواطنين. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا خالد شقير، كنت معنا مباشرة من مارسيليا. تراجع منسوب مياه نهر الراين إلى أقل من متر واحد بين مدينتي ماينس وكوبلنس في غرب ألمانيا ليصل إلى أدنى مستوى منذ 9 أو 9 من سبتمبر الجاري وفقا للإدارة الاتحادية الألمانية للممرات المائية والشحن. وتعاني سفن الشحن والركاب منذ أسابيع انخفاض منسوب المياه في النهر، وقد تضطر السفن إلى حمل حمولة أقل بكثير عندما يكون مستوى المياه منخفضا، ما يعني أنه سيكون من الصعب نقل الفحم والنفط على نهر الراين، وسيتعين في هذه الحالة نقل الكثير عن طريق البر والسكك الحديدية. كشفت دراسة علمية عن وجود محاولات لتحديد كيفية الاستغلال الأمثل للكتلة الحيوية في مواجهة أخطار التغيرات المناخية المتزايدة، وتحذر الدراسة من مخاطر تأخر دول العالم في استبعاد استخدام الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. المزيد مشاهدينا في التقرير التالي.
تحديات متزايدة يواجهها العالم تتعلق باستمراره في ظل التغيرات المناخية التي طالت كافة بقاع الأرض وتضمنت الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والأعاصير المدمرة والفيضانات والجفاف أيضاً. باحثو جامعتي يورك البريطانية وفودان الصينية قاموا بدراسة بغرض تحديد كيفية الاستغلال الأمثل للكتلة الحيوية، وهي مواد عضوية متجددة يتم الحصول عليها من النباتات والحيوانات ويمكن استخدامها أيضاً مصدراً للطاقة النظيفة. نتائج الدراسة أشارت إلى أن تأخر دول العالم في استبعاد استخدام الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة التي تتضمن الطاقة الحيوية مع احتجاز الكربون وتخزينه سيؤدي إلى أخطار متعددة. وتكمن صعوبة استغلال الطاقة الحيوية في عدم السيطرة على درجات الحرارة المتزايدة حالياً، الأمر الذي يؤثر سلباً في المحاصيل الزراعية مما يحد من المواد المستخدمة كمصادر للطاقة النظيفة، فيستمر الاعتماد على الوقود الإحفوري وتزداد التغيرات المناخية سوءا. ففي عام 2015 اتفق ما يزيد على 190 جهة على التعاون للحد من الاحتباس الحراري في اتفاق باريس على ألا تزيد درجة حرارة كوكب الأرض على 1.5 إلى 2 درجة مئوية بحد أقصى. وقد رصد المعنيون بالتغيرات المناخية زيادة درجة حرارة الأرض بمعدل 1.2 درجة مئوية مقارنة بدرجة حرارتها خلال الفترة ما بين 1850 و1900، وهو ما يعني ضرورة سرعة تنفيذ إجراءات الحد من الاحتباس الحراري والتكيف مع التغيرات المناخية خلال العقد الحالي. دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى التحلي بالشجاعة في التخلي عن الوقود الأحفوري، معربا عن أسفه لعدم قدرة الأجيال الأكبر سنا على معرفة كيفية حماية الكوكب وتأمين السلام. وأضاف البابا أنه يعلق آماله على جهود الشباب في العمل لإنقاذ كوكب الأرض وجعل اقتصاد العالم يصغى بشكل أكبر للفقراء. مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة معكم ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين الفريق أول ميخائيل ميزنتسيف نائبا لوزير الدفاع الروسي ومسؤولا عن الخدمات اللوجستية في الجيش. أوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الجنرال ديمتري بولجاكوف أقيل من منصبه، وذلك بسبب نقله إلى وظيفة أخرى. وشغل ميزنتسيف سابقا منصب رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية كانت تتجه نحو محطة زابوريجيا النووية. وقالت الوزارة إن ما يصل إلى 300 مسلح قتلوا بهجوم صاروخي على نقطة انتشار مؤقتة للمسلحين الأجانب في مقاطعة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أيضا 7 طائرات بدون طيار واعترضت 42 قذيفة من راجمات الصواريخ. ومشاهدينا، للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو زميلنا حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز. يعني في البداية مزيد من التفاصيل حول ما تابعناه من إقالة نائب وزير الدفاع
يعني سابقا وتعيين نائب جديد. نعم، بعد التحية هشام، بالفعل اليوم وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيانها الصباحي عن استبدال نائب وزير الدفاع الروسي بجنرال آخر. هذا الاستبدال حسب ما قرأه بعض الخبراء والمراقبين على أن وزارة الدفاع بعد إعلان التعبئة الجزئية بدأت تستخدم تكتيكات عسكرية جديدة، ولا سيما في استبدال نائب وزير الدفاع، إضافة إلى التكتيكات العسكرية على أرض الواقع وفي جبهات القتال. معظم الخبراء والمراقبين يرجحون إمكانية تسريع العملية العسكرية بشكل غير مسبوق في الأيام المقبلة، وتحديدا بعد انتهاء عملية الاستفتاء التي تجري على أو في 4 مقاطعات في المدن الأوكرانية. إلى ذلك أكد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف على أن القوات الروسية وقوات الشيشان مع القوات التابعة إلى إقليمي دونيتسك ولوغانسك ستتقدم باتجاه المدن التي لا زالت تحت السيطرة الأوكرانية في الأسابيع المقبلة. كما أشار قادروف إلى أن ما سبق خلال الأيام الماضية وخلال الأشهر الماضية في العملية العسكرية كان شبه مزاح مع الجانب الأوكراني. قادروف نصح القوات الأوكرانية إلى الاستسلام أو الهروب من المعارك، نتيجة أن القوات الروسية الآن لن ترحم هؤلاء المقاتلين، وأن الدفاع الروسي ستستخدم أساليب لعلها في الضربات العالية الدقة، إضافة إلى أسلحة متطورة أكثر في أرض المعركة وعلى الجبهات. أيضا بعض الخبراء بدأوا يعلقون حول الاستفتاءات التي تشهدها مقاطعات زاباروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك. البعض اعتبر على أن هذا الاستفتاء نتائجه ستكون إيجابية في الأيام المقبلة، ومما يعني أن هذه المقاطعات ستصبح من الأراضي الروسية أو من ضمن الأراضي الروسية، وأيضا مما يعني عن أن الدفاع الروسي والجيش الروسي سيدافعون عن هذه المقاطعات نظرا إلى أنها من الأراضي الروسية أو مناطق من روسيا، وأي اعتداء على هذه المناطق سيتم مواجهته من قبل الجيش الروسي بالعودة إلى الدستور الروسي وإلى العقيدة النووية يعني الروسية. أنت تحدثت حسين، أنت تحدثت عن الاستفتاء باستفاضة في هذه المناطق الأربعة، يعني أريد أيضا أن أسألك عن رأي السكان، سكان هذه المناطق في هذا الاستفتاء. البعض في الغرب يقول أن هذا الاستفتاء ليس نزيها. كما تعلم هشام، بعض من هؤلاء السكان نسبتهم كبيرة جدا حسب المعلومات التي تشيرها وسائل الإعلام الروسية والدوائر الرسمية الروسية، يؤيدون عملية الاستفتاء والانضمام إلى روسيا، وأيضا يوجد عدد قليل من هؤلاء السكان يرفضون الانضمام إلى روسيا، لكنهم يؤيدون وجود القوات الروسية على أراضي مقاطعتهم نظرا إلى العدوان الذي كانت تمارسه القوات الأوكرانية على هذه المقاطعات. روسيا تؤكد عن أن الاستفتاء أو عملية الاستفتاء تجري وفق الأنظمة الدولية، وعدد كبير من المندوبين التابعين إلى الدول الشريكة أو الدول الحليفة التي تصنفها موسكو يراقبون عملية الاستفتاء. لغاية الآن لا يوجد أي شكوى أو أي معلومة عن أخطاء في العملية في عملية الاستفتاء، لكن ما تصرح به الدول الغربية والولايات المتحدة، روسيا تؤكد على أن هذا الشيء كان معروف وتعلمه القيادة الروسية، وهذا ما حصل بالنسبة لأراضي شبه جزيرة القرم في العام 2014 عندما ضمت إلى الأراضي الروسية بعد عملية استفتاء تمت على أراضي القرم. وهنا روسيا تنوه إلى أن أراضي القرم عندما تم ضمها إلى الأراضي الروسية كانت تابعة إلى السيطرة الأوكرانية، والقوات الأوكرانية هي القوات التي كانت موجودة على أراضي القرم في ذلك الزمان، لكن الشعب شعب القرم اختار الانضمام إلى روسيا، فعندها روسيا وافقت على ما يطالب به شعب القرم وضمت الأراضي إلى
الأرامي الروسية. الآن السيناريو هو نفسه، استفتاءات تجري على المقاطعات الأربعة في المدن الأوكرانية. روسيا ستنظر إلى نتائج هذه الاستفتاءات بالرغم من أن نتائجها بدأت أو باتت معروفة لدى الجميع وتحديدا لدى الخبراء والمراقبين في روسيا. ستنظر روسيا إلى هذه النتائج ومن ثم سيتم الموافقة عليها في مجلس الدوما الروسية، وأيضا من ثم سيتم توقيع المرسوم من قبل الرئيس بوتين على ضم هذه المقاطعات الأربعة إلى الأراضي الروسية. لكن هنا يجب الإشارة هشام إلى أن عملية الضم ستكون سريعة نتيجة الاطمئنان الروسي الذي أكده الرئيس بوتين خلال إعلانه التعبئة الجزئية إلى سكان هذه المناطق عن أن روسيا لن تتركهم، القوات الروسية ستحميهم من الاستهدافات الأوكرانية. وهنا بعض الخبراء أكدوا على أن تمرير أو إشارة الرئيس بوتين إلى الأسلحة الدمار الشامل وتحديدا الأسلحة يعني النووية أنت تحدثت حسين عن الجانب المتعلق بالحماية أو السيطرة على هذه المناطق الأربعة، ولكن بالنسبة للمواطنين أيضا السكان هل يحصلون على مزايا معينة؟ هل سيكونون كما يعامل الروس؟ بالتأكيد هشام سيتم معاملتهم كما يتم التعامل مع المواطن الروسي. نسبة من هؤلاء المواطنين أصبح لديهم الجنسية الروسية، ومنذ العام 2014 وتحديدا سكان دانيتسك ولوغانسك المعاملة من الدولة الروسية تجاه هؤلاء المواطنين ستكون نفسها المعاملة التي يتم معاملة جميع الشعب الروسي على جميع الأراضي الروسية. هؤلاء المواطنين سيتبعون إلى الدستور الروسي، أيضا الخدمات الصحية والتعليمية وكافة الخدمات التي تقدمها الدولة الروسية إلى شعبها سيتم تقديمها إلى هؤلاء السكان باعتبار أنهم أصبحوا جزء من روسيا الاتحادية. هذا الأمر أكدته القيادة الروسية. ومن المعلوم أيضا وحسب بعض المصادر فإن معاملة هؤلاء السكان ستكون أكبر أو ستكون أفضل بعض الشيء من معاملة بعض سكان المناطق في روسيا، نتيجة أن هؤلاء السكان تعرضوا إلى قذائف وإلى قصف عشوائي خلال الفترة السابقة ومنذ العام 2014. الآن القيادة الروسية عملت عملية عسكرية أو بدأت بعملية عسكرية خاصة، كان هدف هذه العملية الأساسي هو إعادة الأمن إلى سكان منطقة الدنباس لكي يتمكنوا من العيش في سلام، إضافة إلى أهداف أخرى تم إعلانها من قبل الرئيس بوتين في 24 من فبراير الماضي. الآن بشكل عندما مبسط تنجح هشام روسيا في ضم هذه المناطق وهذا هو المتوقع من خلال هذه الاستفتاءات هنا، يعني ما الذي يمكن أن تكون حققته روسيا بالفعل من أهدافها المبدئية لهذه العملية العسكرية التي انطلقت في 24 من فبراير الماضي؟ أولا في حال ضم هذه المقاطعات الأربعة إلى الأراضي الروسية فهذا الأمر سيكون ردا بدويا أو ردا كبيرا روسيا على ما استعادته القوات الأوكرانية في منطقة خاركوف خلال الأيام الماضية، إضافة أيضا إلى أن منطقة دانيتسك ولوغانسك أو منطقة الدنباس بشكل عام تعتبر السلة الصناعية في أوكرانيا، إضافة إلى أن هذه المنطقة هي تعتبر النسبة الأكبر في تصدير الحبوب وفي زراعة الحبوب في أوكرانيا، إضافة إلى عدة أسباب أو إلى عدة مكاسب ستلحق بروسيا أو ستكسبها القيادة الروسية نتيجة ضم هذه المقاطعات. لكن القيادة الروسية والدولة الروسية تؤكد أن المكسب الأساسي من ضم هذه المقاطعات هو حماية سكان هذه المقاطعات من القصف الذي كانوا يتعرضوا له من قبل القوات الأوكرانية خلال الفترة الماضية. القيادة الروسية لغاية الآن تؤكد أنها لم تبحث عن أي مكاسب اقتصادية وجيوسياسية، لكن بعض الخبراء يقرأوا في أن هذا الضم هو سينعكس بنتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي والجيوسياسي وإضافة إلى الصعيد الديموغرافي من حيث زيادة عدد السكان وعدد الأقاليم في روسيا. لكن عودة إلى ما يتم تبنيه من قبل الدولة الروسية، الهدف الأساسي هو حماية هؤلاء السكان
وتأمين مدنهم أو مناطقهم بالأمن لكي يتمكنوا من العيش بسلام وعدم التعرض إلى القصف الأوكراني الذي كان يطال المباني السكنية. على ما يبدو هشام، الأيام المقبلة ستكون دليل على ما توعدت به روسيا، وتحديدا على لسان رئيسها فلاديمير بوتين للجانب الأوكراني ولمن يقف خلفه من الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة. روسيا مستمرة بعملياتها العسكرية لتحقق جميع الأهداف التي تم إعلانها. هذه المدن التي تجري استفتاء الآن سيتم ضمها إلى الأراضي الروسية، وعندها سيتم نعم، ومن الواضح أن الأيام المقبلة بالتأكيد تحمل الكثير من التصاعدات في الأحداث. أشكرك شكرا جزيلا زميلنا حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا من موسكو. قال الجيش الأوكراني أنه استعاد بلدة ياسكافكا من القوات الروسية في مدينة دونيتسك شرقي البلاد. وأشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أن قواتها صدت هجمات روسية في 10 مناطق، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. واتهمت الهيئة روسيا بمواصلة قصف البنى التحتية المدنية والمناطق السكنية، مشيرة إلى أن التهديد بضربات جوية وصاروخية لا يزال قائما في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا. نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو لجنود الاحتياط وهم ينضمون إلى جهود التعبئة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق. ومن المتوقع استدعاء حوالي 300 ألف جندي من الجنود الاحتياط في التعبئة الجزئية للانضمام إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية تحرز تقدما باتجاه نهر سيفيرسكي دونيتس الذي يمر عبر إقليم دونباس، مرجحة أن تستهدف موسكو سدا مطلا على النهر لعرقلة الجيش الأوكراني. كما أشارت الدفاع البريطانية إلى أنه من غير المحتمل أن تكون الهجمات تسببت في تعطيل كبير للعمليات الأوكرانية بسبب المسافة بين السدود المتضررة ومناطق القتال. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه التغطية الإخبارية من إكسترا نيوز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.